خبز بالبيض او خبز الغجر مره لذيذ. ونبدا نفقش بيضه او البيضه، ثاني بيضه، فانيليا وقرفه، سكر بني، شويه حليب، ونقعد نخلط 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 نخلط. اوكي نجيب التوست يكون دوب نفس هذا. طبعا قررنا نقطع على شكل مربعات وما عندنا سكينه خبز، فتورطنا شويه، يبي لنا سكينه منشار. فهنا نحطها بالخليط المربع حقنا، طبعا نذوب زبده ذوبي. اوكي نحط المربع لما يتغير لونه، نحط كثيرات مره واحده نختصر. يا سلام، شوفوا التشقير والتحمير اللي يفتح النفس. اوكي نقلب هذه، يا سلام مره حلو. نحط زبده، عسل، ثم تقديم، ثم عواه فيه.